ترأس صباح اليوم رئيس الوزراء باهيمي باتاكي البير الاجتماع الذي ضم الحكومة وممثلي النقابات الوطنية، وذلك من أجل التوقيع على 4 نقاط أدرجت في جدول أعمال هذه الاتفاقية. حضر المناسبة بعض من أعضاء الحكومة وممثلي النقابات العمالية إلى جانب أعضاء اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي. تقرير محمود موسى الفيل. يعتبر الحوار أحد دعائم التفاهم بين الأطراف في المجتمع، كما يعد الوسيلة الناجحة في حلحلة المسائل الاجتماعية والمهنية في البلاد. وفي ذات السياق تجيء هذه الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والتجمع النقابي واللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، وذلك بحضور رئيس الوزراء باهيمي باتاكي البير وبعض من أعضاء الحكومة. 4 نقاط كانت مدرجة في جدول أعمال هذه الاتفاقية. النقطة الأولى أن اللجنة الفنية الثلاثية للدراسة والتفكير تعترف بشرعية الإجراءات الحكومية الرامية إلى الموازنة بين الإيرادات والنفقات في سياق الأزمة الحادة، فإن اللجنة ترى من الضروري أيضا الحفاظ على مكتسبات العمال، كما تسعى إلى دراسة عميقة للوضع المالي الحالي. فإن اللجنة يمكنها تقديم طلب إلى الحكومة من أجل تخفيض نسبة قطع العلاوات، وذلك في حالة وجود تحسين ملموس في الإيرادات المالية بحدوث توازن مالي إيجابي. النقطة الثانية وفيما يخص القانون رقم 032 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر عام 2016، حيث ترى اللجنة الفنية الثلاثية دور الحكومة بتنظيم وممارسة حق الإضراب من أجل حسن سير العمل في الإدارة العامة. وبالمثل فإن اللجنة تعترف بحق العمال في الإضراب كوسيلة للمطالب مع احترام القوانين واللوائح المتعلقة بالعمل في القطاعات العامة والإنصاف بين موظفي الدولة. أما الثانية تتعلق بخصوص متابعة أعمال اللجنة الثلاثية، وذلك وفقا لمهامها، وستواصل اللجنة أعمالها من أجل تحديد أسباب الأزمة وسبل الخروج منها بتقديم اقتراحات، كما يتعهد التجمع النقابي بتعليق الإضراب طيلة فترة أعمال اللجنة. أما الرابعة فتتعلق بخصوص إقامة هدنة اجتماعية، وقد وافقت اللجنة على الضرورة الملحة لإحلال سلام اجتماعي، وذلك في نهاية أعمالها من أجل السماح لتنفيذ القرارات. هذا وبعيد قراءة القرارات المتعلقة بالاتفاقية، وقع من جانب الحكومة البروفيسور مكاي حسن تيسو ومن جانب اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي علي عباس سيتي، كما وقع من جانب التجمعات النقابية السيد بركة ميشيل. وبعد نهاية التوقيع على مهدر الاتفاقية شكر رئيس الوزراء باهيمي باتاكي البير اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي والنقابات العمالية على ما قاموا به من عمل مثمر يرضي الطرفين، وأن الحوار الوطني أمر مهم للغاية، كما أشاد بالجو الجيد الذي يتمتع به الحوار، إذ أنه ثقافة الإنسان مما يمنح الحكومة وشركائها الاجتماعيين تحت رعاية اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، وذلك من أجل إيجاد جو ملائم يرضي الأطراف. دائما في رئاسة الوزراء وخلال هذا الاجتماع فقد ألقى رئيس الوزراء باهيمي باتاكي البير كلمة مطولة حيا فيها هذا الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات العمالية. ترجمت كلمته مع حسن درموت. Suite à votre aimable réponse à notre invitation et votre volonté de relever le défi avec nous. في أعقاب استجابتكم لدعوتنا ورغبتكم في أن نواجه سويا التحدي، أنني سعيد صباح اليوم بالمشاركة في توقيع اتفاقية القطوة الأولى، وهذا يدفعني للتفكير أن رسالتي وصلت إليكم أنتم أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية. السادة أعضاء اللجنة الثلاثية، بهذا التفاهم تقدمون نموذجيا لمواجهة التحديات برغم الظروف الاقتصادية الصعبة، فأنه يجب أن نسلك الطريق الأمثل وهو الحوار الجاد والبناء من أجل تحقيق مستقبل زاهر لبلادنا. وقد هدد رئيس الجمهورية نهضة جاد بحلول العام 2030 كهذا، وهدد له السياسات العامة الجديدة والتوجهات، وستعمل الحكومة بكل مسؤولية من أجل تحقيق هذا الهدف. Le gouvernement a la responsabilité de mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. دائما في خطاب رئيس الوزراء باهيمي باتاكي البير، حيث دعا في خطابه جميع الأطراف الالتزام ببنود الاتفاقية، وحثهم على العمل سويا من أجل الخروج من هذه الأزمة التي تشهدها البلاد والحفاظ على السلام المستدام. دائما حسن درموت. Je
Je suis conscient de la délicatesse de votre mission. أنني أدرك صعوبة المهمة الموكلة إليكم، وأنا مقتنع أننا بجهد مشترك وفعالية نتمكن من تجاوز كل الصعاب والتوصل إلى التفاهم بشأن جميع نقاط الحوار. أن القرار الذي توصلتم إليه هو ثمرة نقاش طويل، يجب أن يعزز باقتراحات ملموسة من قبل اللجنة حول إمكانيات الاستجابة بفعالية اللازمة التي تهتم بها البلاد، وبالتالي أحثكم على مواصلة الجهود في إتمام المهمة الموكلة للجنة والتي تتطلب الوقت والصبر. وبالرغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي استقرت عنها تكوين هذه اللجنة، فإن الحكومة ستوفر لها الموارد اللازمة لمواصلة عملها حتى الوصول إلى اتفاقية للحفاظ على السلام الاجتماعي الدائم في بلادنا. هذا وعقب توقيع الاتفاقية المبرمة بين الحكومة وتجمع النقابات، صرح رئيس اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي علي عباسيتشي للصحافة عن هدف الاتفاقية. شهر الفات مدينة في بروتوكول، والبروتوكول اللي بقول في نقطتين، النقطتين دي بخص الديكري 687 بيت ديكري ده أسا قطو الاندمتي عن الأموال فونكسيونير، وباللوا 032 ده قالوا من هنا قدام الغريب كان هم الأموال سووا غير 3 يوم ده الآخر ده بمسؤولياتهم هم. هم لهم دروا يسووا غريب، أما اليوم الزيادة ده يخصهم هم. ويعني النقطتين ده قلنا كان يوم كوننا الكوميتي التكنيك تريباتيت ده لابد أن نناقشوا فوقه ونلقوا حل. دونك هسا اليوم قريب 3 أسبوع ناقشنا في النقطتين ده ولقينا حل. قلنا كي الكوميتي التكنيك ده يعني يدرسها للحال الكريزة من كريزة مالا شنو جابة كريزة ونفكروا ونلقوا حل. الحل نوجهه للحكومة عشان الكريزة يترفي وتشاهدين يلقوا راحة. ده اليوم اللي ابتدينا اليوم ده خلاص يعني منين قدام ده الغريب كبتم نقول أن حتى نوصل في نتيجة طرف الحكومة وطرف النقابة كلهم مستعدين للحوار، وده شيء مهم مرة واحدة.